Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah seperti biasa selepas solat Maghrib kita akan bacakan zikir munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabak pandemik COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita memulakan majlis kita yang berkat ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك استغفر الله العظيم الذي لا الحي القيوم أتوب إليك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك استغفر الله العظيم الذي لا الحي القيوم أتوب إليك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر
أكبر الله 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 يا الله 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 حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد ملك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد ليس لها من نور الله كاشفة ليس لها من دون 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 الله كاشفة لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين
لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يستغفر الله إلا الله كان توابا استغفر 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 الله إلا الله كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا الله kami memohon kepadamu dengan segala namamu yang indah dan segala sifat kesempurnaan bagimu berkenankanlah permohonan dan doa kami dengarkanlah rintihan kami yang sedang dalam kedukaan, kesedihan, kebimbangan dan ketakutan di saat ini Ya Allah sempurnakanlah hajat dan permohonan kami leraikan kesulitan kami ampuni dosa kami tutuplah aib kami terimalah taubat kami Maafkanlah kami, berikanlah keafiatan kepada kami. Peliharalah ahli keluarga dan zuriat kami, rahmatilah kami dengan rahmatmu yang luas. Sekarang-karena sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pemurah. Ya man yajudu wa yasmah wa yu'ti wa yumnah wa ya'fu wa yasbah. Ya Allah, kami serahkan segala urusan kami kepadamu. Maka hiasilah ia dengan apa sahaja kebaikan yang engkau kehendaki. Jadikanlah kami sekalian ya Rabbi ya Allah.
daripada kalangan orang-orang yang engkau memandang kepada mereka, maka engkau rahmati mereka. Engkau mendengar rintihan doa mereka, maka engkau kabulkannya. Ya Allah, jangan engkau jadikan ujian-ujian ini menjauhkan kami kepadamu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan ujian-ujian ini menjauhkan kami daripadamu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan ujian-ujian ini menjauhkan kami kepadamu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan ujian-ujian ini memudaratkan pada jasad kami, tidak pada harta kami, tidak pada ahli keluarga kami. Permudahkanlah ya Allah ke atas kami apa sahaja yang engkau beratkan dalam diri dan jiwa kami. Ya sami'an li kulli syakwa, ya muntaha kulli najwa, ya kashifal durri wal balwa, ya ahlil wal maghfirah wal taqwa. Ya Allah, selamatkanlah kami sekalian, agama kami yang kami pegang, negara kami yang kami sayang, daripada sebarang bala bencana virus COVID-19 yang menakutkan dan mengancam ketenangan hidup kami semua. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik tempat memohon pertolongan dan bantuan. Ya sami'as sawat, wa ya sabiqal fawat, wa ya kasiyal azami lahma wa ba'dal maut. Ya Allah, dengan penuh kerendahan diri dan sepenuh keikhlasan hati kepadamu, dengan keyakinan kami kepada sifat rahmanmu dan rahimmu, kami memohon kepadamu ya Allah, apalah sekiranya engkau kurniakan rahmat dan inayahmu kepada saudara-saudara kami, petugas-petugas barisan hadapan, seperti pasukan keselamatan, pasukan kesihatan yang sedang menjalankan tugas di seluruh hospital, klinik dan pusat perubatan seluruh negara ketika ini. Peliharalah mereka daripada sebarang musibah dan bencana, kerana engkaulah sebaik-baik pemelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya kareem.